أجمل تحية وترحيب بكم كلكم، سواء من بغداد أو من محافظات أو من أي مكان جايين. هذا المكان هو بيت المتقاعدين، ونرحب بكم أين ما تكون، يعني بأي وقت تجي. هذا مقركم، هذا بيتكم، هذا مكانكم. هاي وحدة. وحدة ثانية، إحنا باسمنا كرابطة مركزية حاليا في بغداد، يعني العامة سموها، وعندنا فروع بالمحافظات. أنا تواجدي قليل هنا في بغداد، أنا محافظات من باب الجاي. الأخ أبو نور والأخ أبو أمير هم الممثلين هنا بنيابة عنه. الأخ أبو نور هو ممثل بغداد، مسؤول فرع بغداد، وبنفس الوقت نائب مالتي يعني وياي. وأبو أمير بدير المكتب. فإن شاء الله ما يقصرون، وأي طلب تحتاجونه محاضرين، أي طلب تحتاجونه حاضرين نقدر عليه. عندنا ويانا السيد النائب رجال متعاون، سيد نائب معين الكاظمي، رجال يعني رجال متعاون، كل التعاون. أي طلب رجال ما يقصر. بس شنو إحنا نريد؟ نريد من يجي واحد مثلا يشرح قضية، ما يشرح تفاصيل يعني طويلة وعريضة، مختصر مفيد. مثل يقدم طلب يقول أني مثلا رحت أراجع القاع وما طانوا قاع، قالوا له أنت طالع تقاعد قبل 2003، هذا نرفع به كتاب إلى البلدية المعنية. يا بل ليش مطيتوه حسب قرار رئيس الوزراء؟ ما قال متقاعد قديم ولا قال متقاعد جديد، قال شكو متقاعد ما مستلم قبل، ما مستفيد من قطعة أرض سكنية، مستحق قطعة أرض سكنية. نسوي له كتاب ونرفعه ونستضر إجابة من عده. وأنتم القريبين تراجعون هنا في بغداد والمحافظات، كل واحد محافظته. بس الجماعة جايين من غير محافظات حقيقة، يعني إحنا ما نتعبهم، إحنا نريد نسهل الأمر عليهم، ما نريد نتعب الناس. وتجي مثل من البصرة يجي والله عندي كتاب، لو سو يمي أنا لو ما يصير. لا، ست بلقيس مسؤولة فرع البصرة بإمكانها نفس الإجراءات نسويها نحن ببغداد. أكو نائب موجود في البصرة، نائب مثل نائب معين الكاظمي، نائب موجود. يجي طلب ترفعين بكتاب إلى هيئة التقاعد في المحافظة، صلاحياتها تقدر تمشي الطلب مالكم، تمشي ما تمشي ترفع بكتاب إلى الهيئة العامة في بغداد. هذا الحكي، يعني ما عندنا غيره. أي واحد عنده سؤال يتفضل حتى نجاوبه، حتى نختصر الموضوع. تفضل أستاذنا. أنا عندي خدمة أي خدمة تصبوني من 2005 ما تصور حتى 2013 من يا سنة؟ من 2005 أي إلى 2013. أنت عسكري سابق؟ أنا داخلية. ها داخلية. وروح بزهراء. أبو زهراء. أبو زهراء. خلي بزهراء يجاوبك على الداخلية. أبو زهراء. هو مسؤول قسم الداخلية. وإحنا مزعينها. مدني عسكري داخلية مزعين. أبو الداخلية أبو زهراء موجود؟ أنا راح أصيح. صيح صيح. لا يختلف، عندهم قانون خاص بهم الداخلية. أي خاص، قانون خاص. تفضل بعد من عنده سؤال. اكو اخوان سؤال قضية عندكم. الحجي وين المره اللي قالت هسه؟ وين هاي الحجيه؟ حجيه تعال فاهم ما شاء الله. تعال شوف سلاف اسمع سلاف يا ابوك عباك شو اسمها؟ ها انت تسمع باسمها تقول لا ايه امه وابو ميتين ايه عده زوج واطفال عده زوجته زوجته عده زوجته تاخذ تقاعد مالته توفي اي لا هسه من متوفى من ياخذ تقاعد مالته تاخذ هي توفى ظليتي انت بدون تقاعد ايه زين ما نعطيها راجعت التقاعد يعني مجهد راجعت التقاعد حتى مكان عندي أعرف قالوا ليش ما أدري أنت غير أختي إيه هاي مادة قانونية مشان مو تقول لي أختي بس الشهيد لو كان بس الشهيد لو لا لا الأخت إذا كان أبوه ما متوفي المادة 26 وكين الأخ أو الأخت إذا كان متوفي أعزب لا أعزب أعزب هو هو متزوج لو كان عجب هو حجي حسب القانون. شوف القانون شو يقول. قانون يقول الأخت إذا كان المتوفي أعزب أعزب لو ما متزوج شرط أعزب زين ولد ما عنده ولد هو لا ها حجي صعد فوق صعد زين الخميس ترى هم جو تقاعد سوى مقابلات تنقلينها خميس يوم القانوني هم هذا حسام
جلس ما سلام هذا صعب زين اذا هو بالقانونية ما يستحق احنا شلون انا هسه انا طلعت المادة لو كان هو مقبول هذا عين مصاحب لو كان هو ما متزوج قاعد يدخل كل شيء حقيقي مو صحيح اي هاي يعني هو خير قد مع الرعايه ها حجينا اي مو ما يصير يعني القانون ما يصير اي الشهداء قانون واحد يقتل حتى لو متزوجة حتى لو عندها راتب ما يصير اي هو اللي مستحق والله علي والله كل الحق لك بس هم ما سووا مجلس تحريري تقاعد قال لي ليش ما يصير انا عبالي شلون حلقة صحيحة وحلقة تقاعد عادي يعني المهم يعني اخوات الشهيدة يعني شغل بي عندك وشنو؟ لا لا قد نسبة عجز اذا كان عزلت ايش شنو طلبك السن؟ بس هي متزوج شنو؟ اذا متزوج يكون هذا متزوج بس اذا كان عزب يعني الصحية اذا مو مجراء خدمة مجراء مجراء كان المتوفي عزب وتوفي اضافة 35% يعني فبلا سنة اضافة 35% نعم استاذ ليس القانون هسه خلينا هسه راح ننزل على النائب سوى طلب سويت؟ سوى طلب؟ شو لك من جماعة توقع منا منا طلب مقابلة مدير الأمن الجهاز خشوا قبل بعد لا والله سجين انت مزيده ولا راتب هسه شويه روحوا بيها لا ما بيها اي ثمره مقام والله ما بيقول موجود يعني شو يا والله العظيم ما في هويه خدمه 18 سنه ما ضاعت قاعد لازم 20 ها لازم 20 لا مو احنا عقود على اساس العقود 20 سنه لازم 65 لا مو هو يقول لك عندك 15 سنه 40 سنه يطلع انت اسمح لي انت قدام دائره وكم تصير قانون طلعوك انت تعمل عمل تعمل عمل تاكل عمل التيلو شنو 10 سنوات تاكل عمل 58 قاعد يوم يعمل اي انت هناك عقد عقد صار 18 سنه يعني عندي اوامر ما تمشي وعندي خدمه عسكريه 10 سنين اي سب قاعدين على اساس بعدهم شهر 30 7 راح اطلعكم تقاعد راح زين الخير فتره دوامك ليش ما سحبت خدمتك عسكريه ما يسحبوا لنا عقد ما يسحبوا لنا خدمه عسكريه عندي 20 سنه مع عسكريه 10 شان جزيت تسعه ما في قانون أبو سلام عليكم ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم اجوا الممثلين عن محافظات كافة كربلاء والبصرة كل محافظة لها ممثل خاص وانطوا الكتب الرسمية بفتح النقابات كل من عندهم كل محافظة فروع يعني كل محافظة لا الفروع واحد الفروع لا الفروع ولا قائلين والنواحي بعدها هسه كتجربة عامة كتجربة أساسية المحافظات فقط بس المحافظة فقط وإن شاء الله خير للجميع وأي إشكال أي شيء يجون هاي النقابة المركزية بغداد بالنسبة
اخواني سائلون عن مكافأة نهاية الخدمة للي طلعوا من 2005 إلى 2020، هل لهم مكافأة؟ فينقلهم القانون المدني بوقتها كان ماكو بذيك اللحظة 2005-2012، بعدين صار بال 2014 قانون مدني به من ضمنها شو اسمه مكافأة نهاية الخدمة، يعني اللي ولازم لازم الخدمة مالتها 30 سنة، يجب 30 سنة خدمة، وقانون التقاعد شو وقت صدر للمدني 14، وبقتها كان بال 2005 2006 2012 ما موجود إلى حد 14 يريدون شو اسمه نهاية خدمة اكو جماعة قبل هذا، يعني قبل 2014 ما عاد ما لهم مكافأة. عندنا الجيش السابق بالنسبة لوقتها بالأسرة والجيش الباقي كانوا في وقت حرب، هل لهم مكافأة؟ نعم بالثمانينات لهم مكافأة، بالثمانينات لهم مكافأة، وين كانوا عنها؟ بالنسبة للمكلف، المكلف ما له أي مكافأة نهاية الخدمة. هاي ملاحظات بدي دائما يسألون عليها، دائما يسألون عليها، ووضحتها للعيان. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.